بعد ما خلصت بقى التسجيل هعمل ايه؟ هدوس فايل، هختار من هنا. هنا بيديني اوبشنز الميديم عشان ما يبقاش problems. اول حاجه هنتكلم فيها هنعرف ازاي ايه هي sources of nursing research problems. number 1 literature sources published and unpublished zoos dissertations suggestions articles books conferences and conversations. اول source او اول مصدر عشان ان انا اعمل problem احدد عندي مشكله البحث بتاعتي ان لازم اخد اجيبها منين، ايه المصدر اللي يخليني انا اقول انا عندي بروبلم عندي مشكله معينه انا عايز اعمل فيها ريسيرش. اول حاجه الليتريتشر سورسز اللي هي المصادر الايه الليتريتشر اللي انا قريت فيها، يا اما هي بتكون بابلش او ان بابلش، يا اما هي بتكون منشوره انترناشونال او ما هياش منشوره. دي ممكن نكون ان هي اسوشيشنز ارتكلز اللي هي الابحاث او الارتكلز اللي هي سجلت المقترحات، البوكس الكتب، الكونفرنسز المؤتمرات اند الكونفرسيشنز يبقى حضور المؤتمرات حضور الكونفرنسز، قريت من كتب في مقالات انا قريت عنها في ارتكلز سجلت، دي كلها ليتريتشر سورسز، دي كلها مصادر عن طريقها انا جبت الايه البروبلمز او ان انا لايه وجدت ايه البروبلم. طب المصدر الثاني personal experience. The nurse's everyday experience is a rich source of ideas for research topics. بيقولي ان الممرضه هنا ماشي اللي هي existing theories او البيرسونال اكسبيرينس اللي هي الخبره الشخصيه. الخبره الشخصيه دي طبعا النيرس يوميا النيرسز افري دي اكسبيرينس از ا ريتش سورس اوف ايدياز فور ريسيرش توبكس. بيقول لي ان خبره الممرضه اليوميه غنيه جدا بافكار لريسيرش توبكس لابحاث كتير ولي مجالات كتير في الايه في البحث. على سبيل المثال when allowing patient to select special foods from hospital menu seems to their complaints about hospital food. خلاص يبقى ده على سبيل المثال. الثالث سورس هو الاكزيستنج ثيوريز. اكزيستنج ثيوريز اللي هي النظريات الموجوده. نيرسز يوز ميني ثيوريز فروم اذر ديسيبلينز ان ذير براكتس ذا تيستينج اوف ان اكزيستنج ثيوري از جريتلي نيدد ان نيرسينج. بيقولي طبعا الممرضات ممكن ان انا استخدم ميني ثيوريز نظريات كتير فروم اذر ديسيبلينز ان ذير براكتس من الممارسات، يعني الاكزيستنج دي ان هي النظريه موجوده. يعني الممرضه ممكن هي تستخدم ميني ثيوريز نظريات كتير جدا عديد من النظريات فروم اذر ديسيبلينز ان ذير براكتس في الايه الممارسات بتاعتها او في البراكتس في العملي بتاعها. رابع سورس للريسيرش بروبلمز بريفيوس ريسيرش. بريفيوس ايه ريسيرش اللي هي الايه البحوث الايه اللي هي مسبقه او الابحاث اللي هي اتعملت قبل كده اللي هي ريبليكيشن ستاديز يوزنج ديفرنت سبجكت سيتنج اند ديفرنت انسترومنتس اند ريفاينمنتس مي بي ميد ان ذا اكسبيرمنتال تريتمنت اور مور ابروبريت اوت كم ميجرز مي بي ايدنتيفايد. يعني ان انا ممكن اعمل ريبليكيشن، ممكن اعمل عادة لدراسات اتعملت قبل كده لكن بطرق مختلفة وبإنسترومنت مختلفة وبتريتمنت مختلفة، يبقى إذن أنا ممكن أعمل ريبليكيشنز للبريفيوس ريسيرش من قرايتي للأبحاث اللي هي موجودة في المكتبة. بروح المكتبات بقرأ الأبحاث اللي هي اتعملت قبل كده، بشوف الأبحاث الموجودة على الإنترنت من خلالها أنا بقدر أعرف إيه البروبلم. يبقى كده عرفنا السورسز اوف ريسيرش بروبلم. كان عندنا في اربع سورس اوف ريسيرش بروبلم مهمين. اول حاجه قلنا اللي هي الليتريتشر سورسز، البيرسونال اكسبيرينس، الاكزيستنج ثيوريز، البريفيوس ريسيرش. كان عندنا فور سورسز اوف ريسيرش، المصادر اللي انا اقدر اجيب منها البروبلمز المشكله اللي انا هبدا ان انا اشتغل فيها واعمل لها ريسيرش. Problems statement criteria. البروبلم المشكله دي او الستيتمنت دي لها كرايتيريا. البروبلم ستيتمنت لها كرايتيريا، لها بعض الخصائص، لها بعض الكرايتيريا عشان اكتب اعرف ازاي اكتب بروبلم ستيتمنت.
ازاي؟ احنا عرفنا المصدر بتاعها، طب ازاي اعرف اعمل بروبلم ستيتمنت؟ بيقول لي لها كرايتيريا. ايه هي الكرايتيريا بتاعتها؟ اول واحده ان هي از ريتن ان انتجريتيف سنتنسز فورم، سنتنس فورم. اثنين انكلود ذا بوبوليشنز، ثلاثه انكلود فاريبلز، اربعه ات امبيريالي تيستور. هناخد واحده واحده ونتكلم فيها. اول حاجه بيقول لي فروان في الكرايتيريا بتاعت البروبلم ستيتمنت اللي هي ايه؟ اللي هي ريتنج ان انتروجيتيف سنتنس فورم. يعني ايه؟ يعني ايه انتروجيتيف ستيتمنت يا دكتوره؟ هي ذا يوز اوف كويشنز فورمات تو ستيت ذا ريسيرش بروبلم سيمز تو بي كليرست واي تو ايدنتيفاي ذا بروبلم اريا اوف ذا ستادي. بيقول لي ان هي الشكل بتاع الايه بتكون مكتوبه على شكل جمله استفهاميه. بيقول ان هي بتكون مكتوبه البروبلم كرايتيريا ان هي بتكون مكتوبه ريتن، بيكون الجمله دي مكتوبه في هيئه انتروجيتيف سنتنس، انتروجريتيف انتروجريتيف سنتنس فورم، على شكل جمله استفهاميه. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لما اجي استخدم، يبدو ان استخدام تنسيق السؤال ده لازم يكون موضح. لما اجي استخدم تنسيق البروبلم ده لازم يكون موضح في مشكله البحث، او وضع طريقه لتحديد مجال المشكله. ازاي ان انا هتعرف؟ لازم تكون المشكله عندي كليرست، واضحه، والطريقه اللي انا هستخدم بيها والطريقه اللي انا همشي بيها لازم تكون واضحه في الايه، في البروبلم ستيتمنت. يبقى دي اول نقطه، ان انا لما اجي اكتب بروبلم ستيتمنت لازم تكون في انتجريتيف سنتنس فورم. طيب على سبيل المثال في عندي حاجتين، يا اما ديليجريتيف فورم او انتجريتيف فورم. ديليجريتيف فورم دي بيكون على شكل، على شكل ايه؟ على اللي هو ديليجريتيف فورم شكل تعريفي، لا انتجريتيف فورم على شكل جمله استفهام، نموذج استفهام. خلاص. طيب ديليجريتيف فورم بيقول لي the problem of this study is to determine the relationship between the number of hours that baccalaureate nursing student have studied and their anxiety level before the midterm examination. بيقول لي ان في مشكلة عندي، problem بيقول لي the problem of the study، ان المشكلة دي خلاص is to determine، هتتحدد بالrelation between، خلاص ان مشكلة هذه الدراسة هي تحديد relationship between، ما بين number of hours، عدد الساعات اللي تدرس طلاب البكالوريوس تمريض have studied and their anxiety level، ومستوى القلق عندهم قبل امتحان الايه الميدترم اكزام. يبقى ده شكل البروبلم، ده كده شكل البروبلم ستيتمنت مكتوبه اديها على هيئه ايه؟ ديليجريتيف فورم. طيب انا هكتبها بشكل تاني اسمه انتجريتيف فورم. انتجريتيف، تعالوا نشوف نفس الجمله هكتبها بطريقه انتجريتيف فورم، اسمها is there a relationship between the number of hours that baccalaureate nursing students have studies and their anxiety levels before the midterm examination. قلنا هنا يبقى is there a relationship، هل هناك علاقه؟ is there a relationship between the number of hours baccalaureate nursing students have studied and their anxiety بمستوى القلق قبل before midterm examination. يبقى دول شكلين، دي الكرايتيريا، دي من الكرايتيريا بتاع البروبلم ستيتمنت، ازاي اكتب جمله الايه المشكله عندي هنا. يبقى انا هكتبها على هيئه ديليجريتيف فورم او انتجريتيف فورم. قلنا ديليجريتيف فورم شكل تعريفي، انتجريتيف فورم على شكل جمله ايه، شكل نموذج استفهام. نمبر 2 في الكرايتيريا انكلودز بوبوليشن. بوبوليشن شود بي ديليميتد ناروود داون تو ذا مين جروب اوف انترست. A population such as nurses, student, or patient is too broad to interest. It would be better to identify these populations as neonatal intensive care unit nurses, baccalaureate nursing students, and newly diagnosed diabetic patients. لازم يكون المشكلة عندي، البروبلم اللي أنا هكتبها دي، أو المشكلة اللي أنا هدرسها دي، أو المشكلة اللي أنا هعمل فيها research دي، لازم تكون محددة فيها population. انا هشتغل على مين؟ هشتغل على نيرس، ولا هشتغل على بيشنت، ولا هشتغل على ستودنت، ولا هشتغل على مين بالظبط؟ يبقى لازم اكون محدده، ما ينفعش اقول مشكله من غير ما احدد فيها البوبوليشن، الناس اللي انا هشتغل
عليهم الايه الريسيرش، يا اما بيكون عندي نيرس او ستودنت او بيشنت. خلاص، طب انا عايزه احدد اكتر، اكون مور سبيسيفيك اكتر، هقول ايه؟ هقول البيشنت دول مين؟ النيونيتال انتنسيف كير يونت نيرسز، ممرضه العنايه المركزه لحديث الولاده. شوف نيونيتال انتنسيف كير، بقيت انا هنا ايه؟ بقيت سبيسيفيك اكتر. طب انا ممكن اقول ايه تاني؟ بكالوريوس نيرسنج ستودنت، التمريض اللي هو بكالوريوس التمريض. انا حد ما اروح اشتغل في كليه التمريض، انا هعمل مشكله تحت الريسيرش دي على مين؟ بكالوريوس نيرسنج ستودنت. خلاص، او كده ثانيه نيولي دايجنوز دايبيتيك بيشنت، الناس اللي هم ايه لسه عندهم حاله الايه دايبيتيك، نيولي لسه عندهم مرض السكر جديد. يبقى انا هنا انكلودز، لازم يكون البروبلم ستمنت من الكرايتيريا بتاعتها ان هي انكلودز بوبوليشن. وعرفنا الانكلودز ثلاثه، انكلودز فاريبلز، لازم يكون فيها فاريبل، لازم يكون فيها عندي متغير، فاريبل يعني متغير. تعالوا نشوف الفاريبل دون هو ايه. A variable is an object, event, idea, feeling, time period, or any other types of category you are trying to measure. بيقول إن الـ variable ده ممكن يكون object، ممكن يكون event، ممكن يكون idea، ممكن يكون feeling, time period, or any other type of category you are trying. أي types of category بس أقدر إن أنا إيه؟ trying to measure، أقدر إن أنا أقيسه. الـ two types of variables دول عندي اتنين، في عندي نوعين من الـ variable، في independent variable وفي dependent variable. مهمة جدا الحتة دي، ركزوا معايا، الـ independent variable والـ dependent variable. تعالوا نتكلم عن independent variable زون هو is a variable that stand alone. independent variable وخليكم معايا عشان تركزوا ما بين، تقدروا تقارنوا ما بين الـ independent variable والـ dependent variable. الاندبندنت فاريبل ده بيقول لي stand alone and is not changed by other variables you are trying to measure. هو فاريبل دوت اقدر ان انا اقيسه، بيقول ان الفاريبلز دوت ان انا اقدر ده بيكون هو قايم على نفسه بس، لا ما فيش اي other variable تعمل له changes. is not changed by other variables، ما بيحصلوش تغيير باي ايه باي another ايه variables تاني. خلاص، واقدر ان انا اقيسه. كان اللي هو التست سكور ان هو بيتغير، وان طبعا بي how much study how much sleep before took test how hungry. الفاريبل رابع حاجه من الكرايتيريا اوف البروبلم ستيتمنت. قلنا اول حاجه تاني، ركزوا معايا، رايتنج الاول، كانت اول واحده فيهم اللي هي انا بكتب الرايتنج الريسيرش بروبلم في انتجريتيف سنتنس فورم. وقلت انا عندي في شكلين للايه الفورم، يا اما انتجريتيف فورم او اللي هو الديكريتيف فورم. يبقى دي نمبر 1. نمبر 2 كان انكلودز للpopulation. رقم 3 include variable اللي هو المتغير dependent او independent. رقم 4 empirically testable. empirically testable بيقول لي ان انا هنا في empirically testable ان انا اقدر ان انا اقيسه. هنا empirically testable ازاي ان انا اقدر اقيسه، قابل للايه للاختبار، قابل ان انا اقدر اقيسه. testable problem بيقول ان هي statement contains the variable that can be measured by the researcher. يعني ان هنا بتكون المشكله هنا يقدر الريسيرشر يقدر ان هو يقيسها. For problem to be empirically testable, empirically data must be available. بيقول لي لكن لكي تكون المشكله دي قابله للاختبار يجب ان تكون البيانات التجريبيه هنا متاحه. خلاص، يبقى انا اول في الاول قلت ان انا لازم يكون البروبلم ستيتمنت دي كان بي ميجر، يقدر ان الباحث يقدر ان هو يقيسها. رقم 2، عشان ان هو يقيسها فور بروبلم تو بي امبيريكال تيستبل، عشان يجب ان هو ازاي تكون المشكله قابله للاختبار، يجب ان هي تكون ايه متاحه. الامبيريكال داتا كونسيست اوف داتا جازرد ثرو ذا سينس اورجانز. ذيس داتا consist of observations that are made through hearing, sight, touch, taste, or smell.
تكون قابله ان انا اقدر ان انا اشوفها ازاي، ان انا اعملها اوبزرفيشن، اقدر ان انا اسمعها، اقدر ان انا اعملها تاتش، اقدر ان المسها. يبقى اذا المشكله عندي تكون ملموسه ويقدر الريسيرشر الباحث ان هو يعمل لها اوبزرفيشن. اديشنال اكيوبمنت تو ايد اور سيلز اولسو مي بي يوزد. كمان الاكيوبمنت لازم يكون الاكيوبمنت عندي متاحه. This equipment might be thermometer, scales, or oscilloscope according to the situation of the problem. طبعا ده على حسب ايه البروبلم، المشكله عندي محتاجه ايه equipment ايه، او ايه هي اللي محتاجاه. يبقى اذا لازم برضو يبقى انا كل ده مندرج ايه، ان انا اقدر ان هي اقدر ان انا اقيسها وتكون قابله لايه. خلصنا الكرايتيريا بتاعت الايه research problem. احنا كده عرفنا اول حاجه ايه هي source بتاعت research problem، انا المصادر اللي انا هجيب منها research problem. اتنين عرفت الكرايتيريا بتاعت research problem. رقم ثلاثة بقى تعالوا نشوف identify the problem، نشوف الايه البروبلم دي. identify the problem بيقول لي هنا ان the most important step in the research process is to clearly identify the problem that will be studied. What will be examined by the researcher. دي من اهم most دي اهم نقطة واهم خطوة في الايه في عملية البحث. بيقول لي ان البروبلم المشكلة دي دي اهم most important step in the research process to be clearly identify the problem. لازم تكون واضحة، ولازم تكون ازاي بقى احدد المشكلة، ازاي بقى هنا احدد المشكلة. خلاص يبقى هنا من 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 اهم نقطة واهم خطوة في عملية البحث هي تحديد المشكلة، ولا تتم دراستها بوضوح. ما الذي سيقضيه الباحث، او ما الذي سيفعله الباحث، او ما الذي سيجريه الباحث، او يبقى دي اهم نقطة عندي هنا identify the problem، احدد المشكلة بتاعتي. خلاص تاني حاجة generally broad topic area. generally بيكون طبعا بيكون عندي هنا موضوع عام. generally broad topic area انا بتكلم في area generally بيكون واسعة. بعد كده specific one sentence statement of the problem، بيكون عندي specific one، بيكون عندي جملة واحدة، بيكون specific one sentence statement of the problem، بيكون جملة واحدة بس ما يكونش لازم problem يكون good problem statement help the researchers to move through the steps of the research process. بيقول لي عشان لو البروبلم ستمنت دي جود مكتوبه كويس بيساعد الريسيرشر ان هو يقدر يمشي في خطوات الايه البحث بتاعه. The problem of the study is best stated as a questions. البروبلم دي بيكون best stated as question which demand answer، بيكون على هيئه سؤال question يقدر ان هو يجاوبه في اخر الايه البحث. The problem statement should be specified the population and the variables that are being studied. المشكلة برضو بيكون موضحة فيها الـ population زي ما احنا قلنا في الـ problem في الأول، لازم يكون specific population والـ variables لازم يكون فيها واضح الـ population وواضح الايه المتغير بتاعي. A variable is characteristics or attribute that differs among the persons, object or event that are being studied. لازم الـ variable هنا برضو يكون واضح عندي، هل هو persons, object, event زي ما احنا قلنا على سبيل المثال الـ age أو blood type. المشكلة بتاعتنا A variable is characteristics or attributes that differs among the persons object total number of the words not increase more than 15 words. بيقول لي إن عدد كلمات البروبلم دي ما زدتش عن 15 كلمة. لما أجي أحط التايتل كده بتاعت المشكلة بتاعتي مهم جدا إن يكون عندي عدد الكلمات بتاعتها لما اجي اعدها ما يكونش اكتر من ايه من 15 words. difference between the problem and the purpose of the research site. تعالوا نفرق ما بين البروبلم ومن البيربس. في عندي فرق ما بين المشكله وما بين الغرض من المشكله. the problem of the study contains what will be examined by the researcher or the content of the study. لكن the purpose of statement the purpose statement of the study contains why the study will be conducted. بيقول لي عندي ان ال problem of the study هي عبارة عن ايه what will be examined. هنا بتوضح لي على ما سيتم فحصه من قبل الباحث او محتوى الدراسة. what will be examined by the researcher، ايه اللي هيتم فحصه.
اور الكونتنت بالظبط او محتوى الدراسه. لكن البيربوس هنا ليه؟ ايه سبب اجراء الدراسه؟ البيربوس اوف ذا ستيتمنت ذا ستادي كونتينز واي ذا ستادي ويل بي كوندكتد. انا ليه بقوم بالدراسه بتاعتي دي؟ يبقى هنا هنفرق، خدوا بالكم دلوقتي، هنفرق ما بين البروبلم وما بين الريسيرش. ايه البيربوس؟ الغرض من الريسيرش ايه اصلا؟ بعد ما خلصنا البروبلم وكتبناها وعرفنا ايه الكرايتيريا بتاعت ان انا اكتب بروبلم ستيتمنت وكتبت البروبلم بتاعت المشكله بتاعتي، الايم هيجي عندي الهدف من الدراسه ايه؟ بيقول لي ان الايم اوف ذا ستادي شود ستارت ويز بريزنت فيرب ساتش از تو اكسبلور، تو ديتيرماين، تو ايفالويت، تو ميجر، تو اسيس. انا حطيت عندي سيان بروبلم مشكله، لما اجي ابدا الايم هقول تو اكسبلور، احط عندي فيرب تو اكسبلور او تو ديتيرماين او تو ميجر. وهوريكم بعد كده اكزامبل مثال. يبقى احنا عرفنا الايم اوف ذا ستادي بيبدا بايه. طب تعالوا نشوف ايه هي كاركترستكس بتاعت الايم اوف ذا ستادي، ايه هي خصائصه، ايه هي الكاركترستكس بتاعت الايم اوف ذا ستادي. اول حاجه لازم يكون كلير واضح and related to the topics of the study exactly، ويكون راجع للtopic of the study، يكون راجع للايه، للدراسه بتاعتي. ما يكونش الدراسه بتقول حاجه او البروبلم بتقول حاجه وانا الايم بيقول حاجه ثانيه، لا ده الايم هو نفس الايه التوبكس بتاع الايه البروبلم، لكن مجرد ان انا بكون حاطه له فيرب في البريزنت تو ريماين او تو ايفالويت او تو اسس. نمبر 2 تو كومبليت، لازم يكون كومبليت كامل ما يكونش ناقص. سبيسيفيك، زي ما احنا اتفقنا سبيسيفيك على حاجه معينه، سبيسيفيك ما يكونش برود واسع ومش مفهوم. It is better to be one aim. دي الكاركترستكس اوف ذا ايم. طب تعالوا نشوف اكزامبل، هنقول بروبلم ستيتمنت وهنقول الايم، وده بيتكتب ازاي بيتكتب ازاي. البروبلم ستيتمنت effect of using hand washing techniques and the incidence of infections among nurses working in perinatal sector. ادي بروبلم، بنقول effect of using hand washing technique. يبقى احنا هنا حددنا عندي في variables دلوقتي خلاص الهاند washing technique و incidence of infection، ومن البوبيليشن عندي هنا النيرسز وركينج ان بريماتور سنتر، حددت اهو بقى سبيسيفيك النيرس اللي هي بتشتغل فين في البريماتور سنتر. خلاص يبقى دي البروبلم ستيتمنت وفيها كل الكرايتيريا وفيها كل الايه الكلام اللي احنا قلناه على ازاي نكتب بروبلم ستيتمنت، وهي مكتوبه على شكل ايه، هل يا اما ديكوريتيف ولا انتروجيتيف سنتنس. خلاص طيب الايم بقى، الايم بنقول ايه؟ To evaluate the effect of using hand washing technique and incidence of infection among nurses working in premature center. ايه اللي احنا شفنا دلوقتي؟ نفس البروبلم اهو، ما خرجناش بره. الهدف بتاعي جاي منين؟ من البروبلم، المشكله بتاعتي، بس انا زودت عليها ايه؟ To evaluate. To evaluate the effect of using، انا هقيم effect of using نفس التايتل بالظبط بتاع البروبلم ستيتمنت، بس زودت عليها يا اما تو ايفالويت او تو اسس او تو ريماين زي ما انا قلت لكم ايه الفيربات اللي احنا اتكلمنا عليها سابقا. يبقى كده احنا عرفنا دلوقتي ازاي نعمل بروبلم، ازاي نكتب بروبلم، مشكله عندنا، مشكله البحث، مشكله البحث، ازاي احدد المشكله، وعرفت خصائصها والكرايتيريا بتاعتها وايه هي السورس اللي انا بجيب منها البروبلم، ازاي اعمل نيرسينج بروبلم. خلاص وعرفنا الفرق ما بين البروبلمز او ما بين البروبلم ستيتمنت والبيربوس اوف ذا ستادي، وبعديها عرفت الايم اوف ذا ستادي وعرفت الكاركترستكس بتاعته وفرقت ما بين البروبلم وما بين الايه وما بين الايم اوف ذا ستادي. بعد كده نتكلم على الريسيرش كويشن. بعد ما عملت البروبلم بتاعتي والبيربوس والايم اوف ذا ستادي، باجي بحط الكويشن، السؤال بقى كويتشن وفي هايبوثيسز. الريسيرش كويتشن عاده ده بيكون لو انا بعمل ماستر، بعمل دايت ماجستير، بحط بعمل ريسيرش كويتشن سؤال عشان يبقى يكون ده كله ديسكريبتيف، كل الماستر كله يبقى وصفي، مجرد انا بشوفها اسسمنت. خلاص لكن الدكتوراه بعمل فيها هايبوثيسز افتراض. خلاص يبقى انا هنتكلم على الكويتشن ونتكلم بعدها على الهايبوثيسز. الكويتشن عندي هنا ده عايزه اعرف يعني ايه ريسيرش كويتشن. بقول الريسيرش كويتشن is a question that your research study project sets out to answer. ها
هو عبارة عن ده سؤال بحثي. السؤال ده بيتحط بواسطة الايه الريسيرشر، وفي الاخر المهم يقدر يعمل له انسر، يقدر يجاوب عليه في نهاية الايه الدراسة. في عندي ان لازم الريسيرش كويتشنز هاز ان اليمنت نيدد، في شويه عناصر كده لازم يكونوا موجودين في الريسيرش كويتشنز. خلاص، حاجه اسمها بيكو ستاندز فور بيكو، البي والاي والسي والاو. البي مين البي؟ هم البيشنت اور بوبوليشنز، اللي هم الناس اللي هشتغل عليهم زي ما قلت قبل كده، هل هم نيرسز ولا هم بيشنت ولا هم ستودنت. خلاص، الاي هم الانترفينشن او الاكسبوجر، التدخل اللي انا هعمله. خلاص، هل هو اسسمنت ولا انترفينشن ولا هو نوعه ايه؟ خلاص، ده الاي انترفينشن يكون واضح في الكويتشر. السي الكومباريزون جروب، ماشي، والكنترول جروب. كومباريزون في عندي ستادي جروب، في كنترول جروب. لو انا عندي ده انترفينشن لازم اكون محدده الايه الجروب بتاعي. الاو الاوتكم الناتج بتاعي، وات ار يو ميجرينج، ذس ايه وات ار يو ميجرينج. يبقى دي اليمنت لازم تكون متوفره في الريسيرش كويتشن، في السؤال البحثي. ما ينفعش احط سؤال كده وخلاص من نفسي، لا، السؤال لازم ولا بد اول حاجه ان اقدر ان انا انسربل، اقدر ان انا اجاوب عليه. تاني حاجه لازم يكون في بعض الاليمنتس المهمه جدا اسمها بيكو، البيكو، البي اللي هم البيشنت، الاي الانترفينشنز، السي الكومباريتور جروب او كنترول جروب، الاو الاوتكم، وات ار يو ميجرينج. دي الايه الريسيرش كويتشنز. يعني ايه ريسيرش كويتشنز؟ ايه هي الاليمنتس شود بي نيدد فور الريسيرش كويتشن. ريسيرش كويتشن شود بي فول فيت ذا فينرز كرايتيريا، برضو زي ما احنا قلنا في كرايتيريا للبروبلم، برضو ستيتمنت في كرايتيريا للريسيرش كويتشن. السؤال البحث اللي انا هحطه دون له كرايتيريا، لازم اقدر اعمل له فيزابل، والبي فيزابل تو كومبليت ذا ريسيرش ان تيرم اوف. فيزابل من ناحيه السكوب، المجال اللي انا هشتغل فيه، تايم الوقت لازم اكون محدداه، الاكسبنس، النمبر اوف سبجكتس عدد السبجكت، التكنيكال اكسبرتيز، الاكيوبمنت. كل دول شروط لازم تكون او كرايتيريا موجوده في الريسيرش كويتشنز. خلاص، مهم قوي الريسيرش كويتشنز لازم يكون فولفيد ببعض الكرايتيريا اللي هي اقدر اقول من خلال الفيزابلز تو كومبليت ذا ريسيرش ان تيرم اوف السكوب والتايم والاكسبنس والنمبر اوف سبجكتس والتكنيكال اكسبرتيز والاكيوبمنت. كده الريسيرش كويتشن متهيألي مفيش فيه حاجه، سهل وبسيط. يعني بعد كده الريسيرش هايبوس اللي احنا الباحث بيحطه هو عباره عن ايه؟ ريسيرش هايبوسز از فورمال ستيتمنت ذات بريزنت ذا اكسبكتد ريليشن شيب بتوين ان اندبندنت اند ديبندنت فاريبلز. الهايبوسز هنا بيكون افتراض، بيكون عباره عن ستيتمنت، جمله محطوطه بتعمل لي علاقه ما بين تو فاريبلز اللي احنا اتكلمنا عليهم قبل كده، الديبندنت والاندبندنت فاريبلز. عشان كده قلت لكم هنا الهايبوثيسز مين اللي بحطه في الدكتوراه، عشان الدكتوراه هو اللي بيعمل انترفينشنز، هو اللي بيكون عندي فيه اتنين فاريبلز، عشان كده انا بحط هايبوثيسز في الدكتوراه. لكن الماستر بحط سؤال كويتشن، ايه سؤال؟ وات از ذا افكت اوف، زي ما احنا قبل كده قلنا وات از ذا افكت اوف ايه، اي سؤال على حسب الايه الايه التايتل بتاعي. What is the effect of using hand washing technique and instance of infections among nurses working in premature center؟ ده سؤال question. خلاص، لكن الهايبوثيسز هو عباره عن formal statement، جمله بكتبها بتعمل لي relationship between independent and dependent. ايه ال purpose of hypothesis؟ ايه الغرض من ان انا اعمل hypothesis؟ بيقول لي ان ال purpose of هيبصز اول حاجه maintain objectivity in research by pinpointing a specific part of theory to be tested. لا، بيحافظ لي على الاوبجكتيفيتي، بيحافظ لي هنا على الاوبجكت على الاوبجكتيفيتي الريسيرش. يبقى اول حاجه maintain objectivity in research. 2 testing theoretical propositions in the real world thorough supporting or failing to support the tested theory.
هنا بقى بقدر ان اطبق النظريه الافتراضيه اللي هنا في الواقع النظريه في الايه في الحقيقه. بعمل اختبار افتراضي نظري في العالم الايه الحقيقي. انا حطيت اختبار افتراضي عندي، حطيت افتراضيه عندي، بقى اجي هعمل ايه؟ اطبقها عندي بقى. الغرض ان انا اطبقها في الريل وورلد، في الايه، في الواقع، في الحقيقه. خلاص ادنج تو ساينتفك نوليدج، بتعملي طبعا ادنج زياده للايه، للساينتفك نوليدج، المعرفه بتاع. اتكلمت في البيربس، الغرض من الايه، ان انا اعمل هايبوثيسس. خلاص كذا غرض. اول حاجه ان هي مينتين الاوبجكتيفيتي، اثنين تيستينج ثيوريتيكال بروبوزيشن ان ذا ريل وورلد في الواقع، ثلاثه ادنج ساينتفك نوليدج، جايدنج ذا ريسيرش ديزاينز، جايدنج للتايب اوف ستيكال ايه اناليسيس. اخر حاجه معانا السورس اوف هايبوثيسس، ايه المصدر من الهايبوثيسس، يمكن ايه هجيب الهايبوثيسس منين، دي المصادر بتاعتها منين. نفس الكلام هو من البيرسونال اكسبيرينس اور الاوبينيونز، طبعا من الاكسبيرينس الخبرات الشخصيه بتاعتي، نيرسينج دايجنوزس، من الكلينيكال سيتنج اللي انا شغال فيه، من البريفيوس ريسيرش ستاديز، من الدراسات الايه البحثيه اللي من قبل كده، دي كلها هجيب منها الهايبوثيسس. انا مش هجيبه من نفسي، مش هجيبه من عندي، انا هجيبه من خبراتي اللي قبل كده، هجيبه من النيرسينج دايجنوز، هجيبه من الكلينيكال سيتنج المكان اللي انا فيه، هجيبه من البريفيوس ريسيرش ستاديز. دي سورسز اوف هايبوثيسس. كلاسيفيكيشنز اوف هايبوثيسس ايه هي؟ تعالوا نشوف كده، بيقول في انواع للهايبوثيسس. هو في كذا انواع كتير، انا جبت لكم بس منهم ثلاثه اهم، يمكن ابسط حاجه فيهم اللي هو سمبلاي هايبوثيسز وكومبلكس هايبوثيسز ونال هايبوثيسز. هي از ذات وان ان ويتش ذير اكزيستس ريليشن شيب بتوين تو فاريبلز، وان از كولد اندبندنت فاريبل اور كوز اند اذرز از ديبندنت فاريبلز اور افكت. بيقول لي ان ستيمبل هايبوثيسس دون هو علاقه ريليشن شيب ما بين اثنين فاريبلز، واحد بيكون ديبندنت وواحد اندبندنت، بس سهل وبسيط. طيب ادي اكزامبل عليه عشان برضه مفهوم اكتر. نقول ايه؟ السموكينج ليد تو كانسر. عندي هنا ايه؟ اثنين فاريبلز ولا لا؟ السموكينج ليد تو كانسر، بقى عندي هنا زي ما قال لي في اثنين فاريبل. طيب الكومبلكس هايبوثيسس It concerns a relationship where two or more independent variables, two or more dependent variables, or both are being examined in the same study. هنا بقى بيقول لي في اثنين variables dependent واثنين variables independent. ده complex، معقد شوية. خلاص افتراض ايه؟ معقد، complex hypothesis. على سبيل المثال examples، بيقول لي ايه؟ اللي smoking and the other drug lead to cancers, tension, chest infections. يبقى كده عندي two variables اللي هم ايه؟ smoking وال other drugs، وعندي الاثنين variables الايه؟ الكانسر والايه؟ والتنشنز chest infections. يبقى هنا عندي بقى في two variables independent، two variables ايه؟ dependent. ده complex hypothesis. النوع الثالث null hypothesis. null hypothesis ده بقى بيقول لي predicts that no relationship exists between the variables. مفيش نطق، مفيش اي ريليشن شيب موجود عندي بين الفاريبل. And it is the null hypothesis that subjected to statistical analysis. Exists when a researcher believes there is no relationship between the two variables or there is a lack of information to state a scientific hypothesis. This is something to attempt to disprove or discredit. هنا بيقول لي مفيش ريليشن شيب، مفيش علاقات ما بين الايه variables. على سبيل المثال هو عباره عن هايبوثيسس حاطه بيقول ايه؟ There is no significant changes in my health during the times when I drink green tea. بيقول لي هنا ان ما فيش there is no significant change، ما فيش اي significant change ما بين my health during the times when I drink green tea. لما اجي اشرب green tea الشاي وكده مش ملوش اي change على الايه؟ على الهيلث على الصحه. فده افتراض، مفيش فيه variables، اسمه null hypothesis، من اسمه كده null hypothesis، وقلنا عليه برضو example عشان ايه تقدروا تفهموه اكتر. يبقى دي التايبس او الكلاسيفيكيشن بتاعت الهايبوثيسس، جبت لكم منها ثلاثه، هم حوالي خمسه او اكتر، جبت لكم منهم ثلاثه اللي هم بساط simple وcomplex ونull hypothesis، واديت لكم example عليها عشان تقدروا ان انتوا ايه formulating الريسيرش
بروبلم بعدين كويتشنز وبعدين الايه هايبوس. عرفت البروبلم ازاي ان انا احطها، ازاي احدد المشكله نفسها، وازاي ان انا اكتبها خلاص، وعدد الكلمات بتاعتها ما يزيدش عن 15 كلمه. بعديها دخلت في البيربوس والايم اوف ذا ستادي، بعديها جيت في ريسيرش كويتشن او الهايبوثيسز. قلنا الكويتشنز بتتعمل في ماستر ماجستير، والهايبوثيسز في الدكتوراه، وقلنا كل واحده ليها كرايتيريا، ليها خصائص، وليها الايه كاركترستكس لكل ريسيرش كويتشن والايه ريسيرش هايبوثيسز. وبكده يبقى احنا انهينا المحاضرة، وشكرا ليكم بناتي وأبنائي الأعزاء، وبالتوفيق إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.